على الرغم من الحرب المتواصلة في مدينة حلب شمالية سوريا، إلا أن مظاهر الحياة لا تزال مستمرة فيها، فالأسواق الشعبية تعمل بصخبها المعتاد، لكن أسعارها المرتفعة فاقت قدرة المواطنين على شراء. المزيد في هذا التقرير. غابت هذه الأصوات كثيرا عن متابعي أهوال الأزمة السورية. السوق الشعبية والمنافسة المحمومة بين الباعة هي ذاتها منتجات الأرض السورية، يروج لها بطرائق محلية بحتة عند زبائنها. أصحاب البضائع يدركون أن زبائنهم يعيشون يوما بيوم، ويعرفون أن أسعارهم مضطربة تنفر الجياع. والطرق كلها تعبانة، وهلا عم بقولوا جديد الطريق كله مسكر. يوم نتر كنا عم ناخذه ب100، هلا صار ب200 ورا. هلا جديد 200 ورا، والمازوت قالوا هلا ب150 ورا، كان ب100. العالم كلها تدمرت. بنجان كان اول كله رخيص ياخذوه 3 ب100، هلا البنجان كيلو ب100. العالم وين؟ العالم ماتت ما بال معها. والله كيلو البندوره ب50 ورا، كان العالم تعودها ب25، ب20 العالم دوبها تعيش حاله. كل شيء غالي والشعب كله مات، مي ما في، كهرباء ما في. الحاج ابو محمود لديه قصتان، يوميه قصيره ومرحليه طويله، كلتاهما تلتقيان عند ذات التساؤل: متى تحل النهايه؟ اي نهايه؟ لا فرق، المهم ان يدرك كابوس ابو محمود حتفه. والله تعبنا، تعبنا، تعبنا حاج. لائمت، لائمت يا ربي، لائمت. في منزل الحاج اي شيء مهمل ينفع في شيء اخر، مخلفات منسيه تحشر كيفما اتفق لاضرام نار طعام الغداء. عم نطبخ على الصرامي والنايلو والكرتون، بيطلع جوز بلين مي بنطبخ عليهم، ما في غاز، الغاز غالي. عم نطبخ على الكرتون، عم نطبخ على السمنه والزيت، وعايشين الحمد لله رب العالمين. عند هذه الحدود تنتهي القصه اليوميه لابو محمود وسواه من السوريين، ليبدا اليوم التالي بقصه اخرى مفتوحه الاحتمالات في سرديه الكابوس السوري. إبراهيم عميور، RT.